بين الجمهوري والديمقراطي، من يفضل نواب لبنان؟ السباق المحتدم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يقل حدة عن الانقسامات اللبنانية بين معسكري الداخل، ولأن الواقع اللبناني يرتبط ارتباطا وثيقا بنتائج هذه الانتخابات، انقسم النواب اللبنانيون الذي لم يتمكنوا من الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية اللبنانية بين دونالد ترامب وكاملا هاريس. فماذا قالت الكتل النيابية عن الانتخابات، ومن يؤيد النواب بين الجمهورية ترامب والديمقراطية المحتملة هاريس؟ كتلتا الجمهورية القوية والكتائب اللبنانية فضلتا انتخاب رئيس للبنان أولا قبل الحديث عن رئيس دولة عظمى كأمريكا. قبل ما نهتم بشو الأمريكان بدهم ينتخبوا، بعتقد علينا واجب، وأنا كنايب علي واجب أنه نخلص من الاستحقاق اللي صار له، رح يصير له سنتين واقف، اللي هو انتخاب رئيس جمهورية. إذا لبنان ما رح يعتمد الحياد ويوقف يتورط ويتأثر بكل شيء بده يصير بغير مطارح، بعتقد ما رح نقدر نعمل بلد. الهدف اليوم مين ما يطلع يطلع، المهم نحن نعرف مصلحتنا وين. أنا اللي بيعنيني انتخب رئيس جمهوريتي أنا بلبنان، ويكون عندي أنا احترامي لمؤسساتي. اللي بينتخبوه الأمريكان هذا خيار الشعب الأمريكي. أنا بعرف كتير منيح أنه الدول لا تغير سياساتها الخارجية من ليلة إلى ضحاها، بين ليلة وضحاها. بنعرف شو أولويات الأمريكيين اليوم، وبنعرف موقع لبنان في السياسة الأمريكية شو هو. وانطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الخارجية، اجتمع نائبا حزب الله والتيار الوطني الحر على عدم التدخل في الشؤون الخارجية. فرد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي عند سؤاله عن اختيار مرشح أمريكي على الآخر أنه لا يتدخل في الشؤون الخارجية، كما قال النائب جيمي جابور عضو كتلة لبنان القوي أنه لا يجيب عن أسئلة لا تخص لبنان حصرا. صحيح أن سياسات الولايات المتحدة لا تتبدل مع تبدل الإدارات، وأن أمن إسرائيل سيبقى أولوية أمريكية للحزبين، لكن تكتيكات العمل قد تختلف ما بين إدارة وأخرى وسياستها مع الدول أيضا. وإذا كان اللبنانيون يعتقدون بأن العالم مهتم بشؤونهم، فالأكيد أنه في ظل التغييرات الإقليمية والدولية من أوكرانيا إلى غزة، فإن الملف اللبناني لن يتصدر اهتماماتي لا ترامب ولا هاريس.